نغني لحبيبتنا مصر، نغني لمصر. واحد اثنين. بلادي بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي. بلادي بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي. مصر يا أم البلاد، أنت غايتي والمراد. سلام الجمهور يا ابو حب مصر. نختتم هذه الحلقه الجميله من داخل استوديو الفن، استوديو تمثيل، استوديو الممثل، اكاديميه الفنان، اكاديميه الممثل، سموها اللي تسموه، لكن هي اكاديميه عظيمه جدا لان وراها فنان كبير جدا وعظيم جدا، هو الفنان محمد صبحي. كلمه اخيره عايز تقول ايه قبل ما اختم الحلقه؟ اختم الحلقه انت بقى. عايز اقول اني اتمنى ان ربنا يمنحني العمر عشان أشوف باكورة أعمال الشباب الجميل اللي هو آمن بأنه يجيلي وأنا آمنت بوصوله ليا، ومش هسيبه إلا لما يكون هو على العتبة الصحيحة. ويمكن هم اللي يقدروا في عز الظروف القاسية اللي بتمر بيها مصر أنهم يقدموا فن يحمل اسم مصر، وهم عارفين أن مصر هي فجر الضمير من أيام الفراعنة، هي فجر الضمير، هي فجر الضمير بمعنى أنها بداية دستور أخلاق وضعه المصري القديم للعالم كله، والعالم كله خد مبدأ الأخلاق من الفراعنة. نفسي الشباب دول يقدموا فن يمتع المشاهد ويحقق له الدهشة. شكرا. باي باي.